narration kapanıyor ama. احتدام منافسة على الرئاسة سباق يعد الأهم في تاريخ تركيا الحديث، يوم مصيري وانتخابات قد تهز نتائجها تركيا وينتقل تأثيرها للجغرافيا المحيطة بها وأبعد من ذلك. الخيارات واضحة والاحتمالات بدأت تتكشف، وما النتائج إلا مسألة وقت، قد تتناغم مع استطلاعات الرأي أو قد تطيح بأقوى التوقعات. من سيكون الرئيس 13 لتركيا؟ رجب أردوغان السلطوي ورجل القبضة الأمنية والاستبداد، دكتاتور مغلف بالوعود المنسية والديمقراطية المنقوصة، أم كمال قرجدار أوغلو حامل إرث أتاتورك وصف بخيار الضرورة وفرصة تركيا الوحيدة للتخلص من نظام الإسلام السياسي والقومية الصرفة؟ وعود في جعبة الطرفين، كلاهما زعيم، أحدهما لنظام والآخر لمعارضة. أردوغان الذي وضع أحلام تركيا بشعوبها بدون الاعتراف بتنوعها في سلة وقال نحن لها، وعندما خلا إلى رفاقه قال إنما نحن مستهزئون. فماذا عن كمال كليتشدار؟ هل شعاراته انتخابية أم وعوده بالتغيير حقيقية؟ وبين الرجلين هناك صناع الملوك، صفة أطلقت على الكرد في تركيا عام 2019، واليوم يبدو أنهم يمثلون الدور الحاسم لتشكيل نظام الحكم في تركيا القادم. فكيف سيتأثر ملف الكرد في تركيا والمنطقة بشكل عام إذا أطيح بأردوغان؟ وهل تكسر تركيا محرماتها بفوز رئيس من الطائفة العلوية؟ وهل يستطيع أوغلو أن يقود البلاد خارج إطار الانقسام الذي خلقه أردوغان بين المكونات في تركيا؟ وماذا لو فاز أردوغان؟ هل تقتل نتائج الانتخابات الحياة السياسية لأحد المرشحين؟ وما هي أولويات الرجلين بسياساتهما الخارجية في حالة الفوز؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة من قناة اليوم، أقدمها لكم أنا ليلاف قجو على مدار ساعتين عن الانتخابات التركية وتأثيراتها على الداخل والجغرافيا المحيطة بها.
حول هذا الموضوع والانتخابات التركية من عمان أرحب بالدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور عصام في هذه الحلقة الخاصة والتغطية الخاصة عن الانتخابات التركية. دكتور عصام، بداية، كيف تقرأ مسار هذه الانتخابات وكل هذا التجاذب والجدل حول شخصية أردوغان أو شخصية كليجدار أغلو؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. يعني في الواقع يعني النظرة الشمولية للانتخابات التركية في هذه المرحلة الحاسمة من المصير الرئاسي للرئيس رجب طيب أردوغان يعطي دلالة واضحة أن هنالك فاعلين جدد في هذه الانتخابات غير الشعب التركي الداخلي، وأقصد في الفاعلين الجدد هم أولئك الذين يتدخلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الخارج أو الداخل للتأثير على أي من المرشحين للرئاسة. فهنالك استقطاب إقليمي ودولي حول صفة وطبيعة المرشح للرئاسة، ويبدو أن حظ الرئيس رجب طيب أردوغان أن معادينه للوصول هم نسبة كبيرة خاصة من الجانب الغربي أو من الدول الغربية، لكن في منطقة الشرق الأوسط هناك الدول العربية والإسلامية وبعض الأتراك المتفرقين والمنتشرين في أوروبا كل ينظر على أنه رئيس قد قدم، لكن هذه من الناحية الخارجية. لكن إذا نظرنا إلى الوضع الداخلي في تركيا هنالك استقطاب بين ثلاثة أجيال في تركيا وثلاثة محاور رئيسية تنظر إلى طبيعة هذه الانتخابات. الأجيال التي هم الجيلين القديمين سواء كانوا نساء ورجالا، والجيل الجديد المتعلق بالشباب عددهم بحدود 5 مليون الذين سينتخبون للمرة الأخرى، إضافة إلى عامل حاسم ألا وهو الأحزاب الكردية أو التحالف الكردي الذي ينظر إلى الرئيس أردوغان نظرتين، نظرة أنه معاد لهذه القومية ونظرة أنه ربما يكون إذا نجح قد يستطيع أن يقدم لهم شيء آخر. استغلت المعارضة هذه النظرة وحاولت أن تستقطب الجانب الكردي لصالحها، لكن الحقيقة أنا أقول هنالك عاملين جديدين، أولهما الناخبين المترددين الذين سيحسبون صوتهم في اللحظات الأخيرة، ومن ثم أيضا الناخبين الذين ينتخبون لمرة أولى وهم الذين يتأثرون بالمرشح أيضا في اللحظة الأخيرة لأنهم لم يحسبوا أمرهم وليس لديهم خبرة في من يكون الرئيس الذي يستحق هذا الصوت. لذلك أعتقد أنها انتخابات حاسمة، انتخابات قوية، انتخابات لها زخم جديد ستتصاعد فيها هذه القوة المتعايضة الحصول على منصب الرئاسة والحصول على أغلبية في البرلمان. طيب دكتور عصام، في هذه الساعة في الساعة الخامسة أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، وهنا أتفضل ذكرت عاملين بما يتعلق اليوم بالناخبين المترددين. أسباب منح اليوم كمال كليجدار أوغلو التفويض لقيادة تركيا، ما الذي يحرك اليوم مزاج الناخب التركي، أو بمعنى آخر ما الذي يحرك الخيارات السياسية اليوم للناخب في تركيا؟ هو سؤال الحقيقة مهم جدا. يعني الناخب التركي دائما لابد أن يكون لديه الحافز حتى يختار من بين المرشحين. أعتقد أن النسبة الكبيرة من الناخبين الأتراك الذين اعتادوا على الانتخابات لهم رؤية في مسار الحكم الذي حكمه أردوغان على مدى 20 عاما لتركيا، ماذا أنجز؟
والحقيقة أن في حملاته الانتخابية كان رئيس أردوغان يعرض الإنجازات على الأرض التركية، بالمقابل كان كليتشار يعرض الشعارات التي سيعمل على تحقيقها إذا ما فاز. لذلك هنالك بون شاسع بين شعار يريد أن يطبقه في المستقبل وما بين إنجازات حقيقية واقعة على الأرض. لكن المشكلة تكمن هنا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواجهه الآن معضلتين رئيسيتين قد يظهر بعض ملامحهما عندما تحسب الأصوات التي تم الاقتراع بها في مناطق الزلزال. أنا أعتقد إذا استطاع أن يحصل على أصوات هؤلاء الذين تضرروا في مناطق الزلزال سيكون دعما قويا له، لأنه وعدهم وعودا كبيرة جدا بأنه خلال عام سيقيم لهم الأبنية الحديثة ويعطيهم إياها. لذلك هم يعتقدوا أن مصداقية أردوغان في الوعد قد تكون أو يعني أنفع لهم من التصويت للمعارض الذي لديه فقط شعار وليس لديه الإمكانات أو خطط التطبيق. لكن أيضا هنالك العامل الآخر، هو الجيل، جيل الشباب الذي ينظر إلى التغيير. طيب. هذا الجيل لم يشهد أكثر من رئيس، هو لم يشهد إلا جيل أو رئاسة، فترة رئاسة أردوغان. إذن هو قد إذا كان يرغب في التغيير، لأنه مصطلح التغيير أصبح هو الذي دائما يكون شائعا حتى في البلاد العربية، في البلاد، في دول العالم الثالث. لذلك هذا المصطلح يستهوي الشباب أو فئة الشباب الذين دائما يتطلعون إلى التغيير وليس إلى الرتابة أو الديمومة على مسار معين. قد يحسم هذا الصوت لهؤلاء 5 ملايين شاب وشابة في تركيا، قد يكون هو الذي يحسم لصالح من ستكون نتيجة هذه الانتخابات. طيب، سأعود لنقطة التغيير. كما قلت قبل قليل دكتور عصام أيضا مشاهدينا بأنه أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، ونشاهد مشاهد مباشرة بعملية فرز أيضا الأصوات، وهي مسألة وقت لظهور نتائج الانتخابات. نعود إلى نقطة التغيير دكتور عصام، هل اليوم الرغبة بالتغيير هي كافية لترجيح كفة اليوم كليتشار أوغلو على كفة أردوغان الذي حكم تركيا كرئيس للحكومة أو كرئيس للنظام التركي لمدة يعني 21 عاما أو عقدين تقريبا؟ يعني هو قد يكون عامل حاسم الحقيقة، لأن عملية التغيير هي عملية طبيعية، عملية سيكولوجية نفسية، حتى هي من الناحية الدينية، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هي حالة متجددة باستمرار، وبالتالي يعني هنالك رغبة. قد يكون بعض يعني أن حتى ممكن أن يكون هنالك من أنصار أردوغان يريد أن يقارن، ثم إذا يعني وإذا انتخب المعارض ليس كرها بأردوغان بقدر ما هو حبا في التغيير لمعرفة هذا الفارق، وعلى اعتبار أنه في المرة القادمة قد يترشح أردوغان لمرة أخرى إذا كان يسمح الدستور. أنا أعتقد أنه السماح كان هنالك لفترتين رئاسيتين متتاليتين، ولكن ما حصل مع أردوغان أنه اعتبر أن الفترة الأولى كانت عام 2014 قبل ما أن يتم عمل النظام، العمل بالنظام الدستوري الجديد. لكن يعني حزب التنمية، حزب العدالة والتنمية، استطاع أن يضع بصماته على الأرض التركية بغض النظر الاتفاق معه أو الاختلاف معه على طبيعة الاستراتيجية التي يتعامل بها في تركيا، سواء في السياسة الخارجية أو في السياسة الداخلية. لأن عملية الحصول على الدعم المطلق أو 100% بالكامل مع شخص، هذه غير موجودة إطلاقا. يعني لا يجوز أن نقول أن هنالك من يدعم. أنا أعتقد قيمة الانتخابات
التركية هذا اليوم هي في تلك المنافسة الحادة التي يعني تجري بين المرشحين للحصول على أصوات الناخبين. هذه ميزة هذه الانتخابات بغض النظر عن من سيكون الفائز، لكن طبعا هنالك كثير من يعني النظرات المتفائلة أو المتشائمة مع وضع بعض التحديات أو التداعيات التي يمكن أن ترافق كل من يقول أنه سيفوز أو لماذا لم يفوز. طبعا هذه موجودة في جميع الدول العالم. طيب دكتور عصام، أعذرني على المقاطعة هنا، يعني بتطرقنا لموضوع ذكرت حضرتك جملة، اليوم قد ينتخب الشعب في تركيا أو الشعوب في تركيا ليس كرهاً بأردوغان إنما حباً بالتغيير، وهنا نسأل اليوم هل الاستفتاء يتم على شخصية المرشح إنما على فكرة تغيير النظام في تركيا؟ إلى أي درجة ذلك أيضاً يلعب دوراً، وهل يلعب بفارق كبير؟ يعني في حديث مراقبين يقولون إذا كان الفارق صغير بين قلشدار أغلو وأردوغان من الممكن اليوم أن يطعن أردوغان بنتائج الانتخابات. يعني عادة في الانتخابات الطعن وارد في كل دول العالم ليس فقط في تركيا، ولكن أنا أقول أن عملية التغيير التي ينظر إليها الشعب التركي تأتي من خلال عاملين اثنين. الأول هو كيف وصلت معلومة المرشح لهذا الناخب، وخاصة الناخب الذي ينتخب للمرة الأولى. أعتقد أن لجان الدعاية التي تقود دعاية الحزب أو شخصية الرئيس هي التي يمكن أن تعطي هذا الانطباع سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي، لأن الناخب الجديد يقبل من خلال طبيعة الأسلوب الذي يعطى له. ولذلك كان هنالك واجب كبير على لجان الدعاية التي تقدم للمرشحين للناخب صورة الكاريزما لهذا القائد وصورة الإنجازات التي حققها. ويمكن كذلك أن يكون نفس المستطلع بهذه الاستطلاعات قد شاهد بأم عينيه، لذلك يكون هو صاحب رؤية واضحة. أما البقية الذين يتم اختيارهم عشوائيا راندوملي بأنه والله تعال تفضل عندنا استطلاع كذا كذا شو رأيك، قد لا يعني هنالك نسبة خطأ يعني يجب أن تحسب، لأنه هو فقط يريد أن يخلص من هذا الاستطلاع الذي وضع فيه، ليس رغبة في مرشح ولا كرها في آخر. لذلك هنالك دائما كنا نشاهد أن نسب الاستطلاع ما بين الرئيسين كانت متقاربة، مما يعني أن في ذهن المستطلع دائما كان التغيير الذي يريدونه أن يحدث. وكما يقال يعني بحسب مراقبين بأنه التغيير اليوم في تركيا قد يقود البلاد على مسار صحيح، مسار للديمقراطية أو يعيد الديمقراطية للبلاد. سأكتفي بهذا القدر من حضرتك دكتور عصام من عمان، كان معنا الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه التغطية الخاصة بجزئيات أخرى من بوخم، ورحب برئيس المركز الكردي للدراسات نواف خليل. أهلا بك سيد نواف في هذه التغطية الخاصة حول الانتخابات التركية. إذن الكرد في تركيا في ديار بكر، عصب الانتخاب الكردي في ديار بكر بالتحديد يسمون بصناع الملوك، ما الذي قد يدفع اليوم الكرد في تركيا إلى انتخاب كمال قليشدار أوغلو وليس أردوغان؟ تحياتي لك ومشاهدي قناة المكان. يعني في البداية دعيني أعلق على فقط سمعت جزء من الكريم. أكيد تفضل. حينما تراجع قشر العدالة المتعلق بالقرب وهم الأتراك حينما انتفت التنمية وبات معدل التضخم أكبر، بالتأكيد كان هناك إعادة نظر ليس من قبل الشعب الكردي الذي يعني يناضل منذ 100 عام منذ التوقيع على معاهدة لوزان، وحتى الآن كي يكون شريكا في الجمهورية التي تحدث عن تأسيسها روسي أكار وزير الحرب التركي، ويقول أسسنا جمهورية تركيا معا. نعم أسسنا
الجمهورية التركية معا، لكنكم طعنتم في ظهر الذين أسسوا تلك الجمهورية وألغيتم أي وجود للكرد، وهذا ما يقوله الدستور التركي للمشككين. ربما في كلامي يستطيع لمن يشكك يستطيع أن يعود إلى نص الدستور التركي من 79 صفحة، ليس فيه إشارة لا من قريب أو من بعيد لا إلى الشعب الكردي ولا إلى أي مكون آخر. بالنسبة لحزب اليسار الأخضر، هو يعني استمرار لحزب العمل الشعبي الذي تشكل ومن خلاله دخل الكرد للمرة الأولى في البرلمان، لكن الدائرة توسعت إلى أن وصل الأمر لتشكيل حزب جامع، وما كان دائما يطالب بالقائد الكردي أوجلان المعتقل منذ سنة 99 بعد عملية الاختطاف الشهيرة. ليس في ديار بكر فقط، في شمال كردستان، وليس في شمال كردستان فقط، يعني في شمال كردستان وحتى داخل قلاع التركية في عاصمة الخلافة العثمانية في اسطنبول، هناك يعني عدد كبير من الذين سيصوتون لحزب اليسار الأخضر، وفي أنقرة وفي غيرها من المدن، لأن الحزب الذي قاده الكرد ويشكلون قاعدته الحاضنة الاجتماعية الأكبر، لكن بات هناك من الترك ومن الشركس ومن السريان ومن المكونات الأخرى أيضا. يعني سيد نواف، هل يمكن الحسم اليوم بأي اتجاه سوف يذهب الصوت الكردي في تركيا، سواء كان رئاسي أو برلماني، على يعني انتخابات رئاسية أو برلمانية؟ نعم، هذه تحتاج إلى يعني التوضيح بالتأكيد. يعني الصوت البرلماني سيذهب إلى حزب اليسار الأخضر، هناك تحالفين، التحالف الكردي مع القوى الديمقراطية واليسارية، وهناك التحالف الكردستاني من أغلب القوى الكردية باستثناء حزب واحد أعتقد هاكبار، وحزب يدعي أنه كردي لكنه هو استمرار لحزب حزب الله الذي ارتكب آلاف الجرائم واسمه الرسمي الآن هدبار. إذن القوى الكردية تحت مظلة واحدة، ويعني هناك تماسك أكثر من أي وقت مضى، والقوى الديمقراطية واليسارية تحت مظلة اليسار الأخضر. بالنسبة لكمال كليتشداروغلو، بالنسبة للمرشح الرئاسي، الأصوات ستذهب إلى كمال كليتشداروغلو. كما قال قبل أيام السيد عثمان بايدمر الرئيس السابق لبلدية أعماد الكبرى والبرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطية في منتدى عقدناه هنا في المركز الكردي، قال لن نقول أن ما بعد الانتخابات ستفتح أبواب الجنة لكن ستغلق أبواب الجحيم، هو الخيار الأفضل بالنسبة للكرد وحلفائهم. وهو قال يعني أن عنوان حل القضية الكردية سيكون عنوان حل القضية الكردية هو البرلمان التركي، وهو يدرك تماما حينما ذهب إلى وان كيف تم استقباله من قبل جماهير حزب اليسار، كانت رسالة واضحة، إذا ما كنت تفكر في أن يعني تحاول استغلال الصوت الانتخابي وبعد الانتخابات تنقلب على عقبيك، يعني سيكون الرد واضحا. لم يعد الكرد والديمقراطيين بالقوة التي يمكن الاستهانة بها، ولهذا عنونت فرانس بريس أحدى تقاريرها الأخيرة والتي انتشرت بشكل واسع حزب صانع الملوك، أي هو الحزب الذي سيقرر. الجميع الآن حينما يتحدث عن إمكانية هزيمة المستبد التركي أردوغان يقول الكلمة الفصل يعود إلى حزب اليسار الأخضر. نتيجة هذا التراكم، نضال عشرات السنوات، سواء النضال السلمي أو الكفاح المسلح أو البرلماني أو داخل البلديات، الآن نشاهد هذه القمة وهذه الجماهير التي يعني تحملت كل شيء وأي شيء، ولم تتخلى عن إرادتها ولم تتخلى عن مسعاها في سبيل الحصول على حقوقها الطبيعية، أن يكون هناك عقد اجتماعي جديد يكون الكرد والترك وبقية المكونات الذين أسسوا هذه الجمهورية مشاركين فيها، هذه شمال كردستان وتلك تركيا، وهؤلاء يمثلون إرادة الناخب الكردي وبقية الذين اختاروا الانضواء تحت مظلة حزب اليسار الأخضر.
طيب سيد نواف، لو تسمح لي، ينضم معنا من استوديو بغداد فرات العتابي المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء. أهلا بك سيد فرات في هذه التغطية الخاصة. كنا نتحدث اليوم عن يعني كيف من الممكن وصف اليوم مسار الانتخابات التركية، ما الذي يؤثر بالناخب التركي، ولكن اليوم كعراقيين بالعراق اليوم كيف يقرأ العراقيون مسار الانتخابات التركية، خاصة بأن تركيا تتدخل في العراق، تقصف يعني مناطق في العراق، ملف الماء في العراق، فكيف اليوم يقرأ العراقيون هذه الانتخابات التركية؟ السلام عليكم. أهلا. شكرا جزيلا لكم لهذا اليوم وللاستضافة، وشكرا لمستمعيكم ولمشاهديكم أيضا. حقيقة ست، هو الموضوع الآن قبل كل شيء لازم أنه يكون عندنا اطلاع على أنه هذا الانتخابات التركية بشكل عام هي حقيقة شأن داخلي، يعني هذا الموضوع الانتخابات التركية، احنا بالنسبة لنا كحركة جهاد وبناء وفي نفس الوقت ايضا هي جزء من الاطار التنسيقي في الدوله العراقيه، احنا عندنا راي في هذا الموضوع، انه بالنسبه للانتخابات التركيه هذا يعتبر شيء داخلي، ولكن تركيا تتدخل في العراق. نتمنى احنا التوفيق حقيقه لكل ولكن تتدخل تركيا في العراق، يعني الحسابات العراقية بالسيد فرات اليوم، هل ستختلف اليوم الحسابات العراقية في حال فاز أردوغان أو كمال كليتشداروغلو؟ طبعا احنا يعني أول شيء هو قضية أنه الفوز بالانتخابات سواء كانت لأردوغان أو سواء كانت لأوغلو، بالحقيقة احنا يعني نتطلع الى الكثير من الامور المستقبليه حقيقه. اولا هي مساله انه مساله التدخل التركي في شمال العراق، وخصوصا في الاونه الاخيره وفي الفترات السابقه هنالك مجموعه من العمليات العسكريه التي تمت في خرق الاجواء العراقيه، وايضا في نفس الوقت ايضا هي ضرب بعض القرى والمناطق في موجوده في شمال العراق. الان نحن نتطلع سواء في المرحله المقبله ان شاء الله، اذا كان لدينا وجهه نظر مستقبليه فان نحن نتطلع الى الجيد والى الايجابي. اكون صريح معك ومعك عفوا، انه احنا هنالك ملفات شائكة كثيرة بيننا وبين الجانب التركي. القضية الأولى هي قضية التدخل العسكري، المسألة الثانية هي قضية أزمة المياه، المسألة الأخرى والثالثة والمهمة هي قضية السنجار والدور التركي الآن في هذا الموضوع. الآن وجهة نظري، احنا بالنسبه كحركه جهاد وبناء وتكتل سياسي مهم، نسعى الى ماذا؟ نسعى انه احنا لازم يكون لدينا دور فاعل مستقبلا في حل هذه المواقف وهذه المواضيع مستقبلا ان شاء الله. طيب السيد نواف، أعود إليك، يعني كنت أتحدث مع السيد فرات أو تفضل السيد فرات وتحدثنا عن الحسابات العراقية في حال فوز أو خسارة أحد المرشحين، وعن نقطة التدخلات التركية في البلدان مثل العراق. في سوريا اليوم المسألة الكردية في سوريا كيف ستتأثر في حالة خسارة أردوغان وفوز كمال كليتشداروغلو؟ هل ستتجه نحو يعني مزيد من التصعيد، أو على خطى أردوغان سيسير كمال كليتشداروغلو، أو من الممكن أن يكون هناك فرصة للتهدئة وفرصة للحوار؟ فقط نقطة إضافية على ما قاله الضيف الكريم من بغداد، تركيا لا تقصف فقط، تركيا تقصف، تركيا تمنع المياه، تركيا ترفض سحب قواتها من بعشيقة، تركيا يعني تتدخل في العملية السياسية، يعني حينما جرت الانتخابات إياد علاوي وغيره هؤلاء يعني تشكيلهم الانتخابي أو تحالفهم تشكل في تركيا، يعني الأمر لا يقتصر فقط على قصف أقليم كردستان العراق وليس شمال العراق،
أقليم كردستان العراق وحتى سنجار وغيرها. بالنسبة لروجراي كردستان والمنطقة الشمالية، حينما نتحدث عن ما قاله كمال كليجداروغلو حينما يقول عنوان حل القضية الكردية والبرلمان، هذا يعني أن المسألة ستنسحب بدرجة أو بأخرى على الوضع في المنطقة الشمالية، منطقة الشمال وشرق سوريا. نتذكر حينما كانت هناك عملية أوستو، أي الحوار الذي كان يدور بشكل مباشر بين حزب العمال الكردستاني ومثلي الدولة التركية في العاصمة النرويجية أوستو، لم يكن هناك قصف، يعني كان هناك فترة هدوء وسلام. بعدها في العام 2013 بدأ حوار بشكل مباشر بين السيد أوجلان والحكومة التركية، وشاهدنا صور قيادات من حزب الشعوب الديمقراطية وهم على طاولة مع السيد أوجلان، ووصل الأمر إلى الاتفاق على 10 نقاط مبادئ دول مبخجة، يعني وصل، وهي كانت ملخص خارطة الطريق التي قدمها القائد الكردي أوجلان تحت عنوان قضايا الدمقراطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان. وعليه الطرف الذي يرغب في حل القضية الكردية داخل الحدود التركية لن يكون عدوا للكرد في الخارج، سواء في سوريا أو في العراق. هذا هو المتوقع والذي نأمله. أما إذا أخطأ الحساب فبالتأكيد ملايين الذين صوتوا له يعني يملكون القدرة والقوة لتغيير الحسابات في السنوات القادمة، أو ربما إذا ما جرت انتخابات مبكرة. الكرد يبحثون، الكرد وحلفائهم وهم يعني مروحة واسعة. طب هذا الكلام جميل سيد نواف، ولكن هل في ضمانات اليوم، ضمانات منطقية اليوم تجعل الكرد يثقون اليوم بمسار كمال كليجداروغلو؟ الضمان الأكبر ما سيتمخض عن النتائج الانتخابية إذا ما فاز كليجداروغلو كما قلت، وهذا ليس قولي فقط رغم أننا نتابع عن كثب الأوضاع في شمال كردستان وتركيا، إنما وسائل الإعلام العالمية، القوى السياسية هم الذين قالوا أن الكرد هم بيضة القبان أو صناع الملوك. إذا ما امتلك حزب ما القوة ليصل إلى هذا المستوى، فبالتأكيد ليس من السهولة بمكان أن ينقلب عليه حزب آخر مثل حزب الشعب الجمهوري. لكن إذا ظل حزب الشعب الجمهوري يفتقر إلى الجرأة للقدام على خطوات أخرى، على الأقل الخطوات التي يعني قام بها حزب العدالة والتنمية وأنهى أردوغان بعد عودته من ماليزيا. كان هناك لقاء في دول مبخشة جمع قيادات من حزب الشعوب الديمقراطية وهم إدريس بالوكان الذي اعتقل وأفرج عنه في الآونة الأخيرة، والرئيس المشترك بروين بولدان، والرئيس ريا أوندر المرشح الآن في الانتخابات، ونائب رئيس الوزراء التركي، نائب رئيس وزراء التركي يالتشين أردوغان. اتفقوا على المبادئ العشرة، لكن أردوغان أطاح بالعملية وقال لم يكن لي علم بهذه العملية. وفي الآونة الأخيرة صلاح الدين دمرتاش قال كان له علم بكل شيء حتى الأمكنة التي نجلس فيها. السبب أراد الإطاحة بكل شيء لكي يضمن يعني أن يكون مستبدا كغيره من المستبدين. البعض يقول إذا كان مستبدا كيف لهذه الانتخابات أن تجدي؟ تركيا ليست يعني كالدول الأخرى، فيها حياة سياسية لحد ما، وفيها يعني قوى فاعلة قوية لم تسمح لأردوغان الذي سطع على الكثير من الإعلام من القضاء وحتى الجيش كي يمنع. لكن المؤرخ ومرشح حزب اليسار الأخضر، المؤرخ التركي والباحث المعروف جنكيز شاندار، قال إذا ما فاز أردوغان في هذه الانتخابات ستكون الانتخابات الأخيرة. باختصار شديد جداً، القوة التي يملكها الكرد وحلفائهم من الديمقراطيين من مختلف القوميات والمكونات الدينية والقومية هي الضمانة كي تبدأ عملية سلام في الداخل وفي الخارج مع الكرد، وإعادة النظر طبعا في علاقات تركيا مع دول الجوار، والعودة إلى سياسة تصفير المشاكل لا تصفير الثقة في الداخل وفي الخارج.
سيد فرات، أعود لحضرتك. يعني قبل قليل ذكرت حضرتك بأنه اليوم الانتخابات التركية هي شأن داخلي، وهذا أمر حقيقي فعلا، ولكن اليوم الانتخابات التركية هي مهمة للعالم بشكل عام. لما لتركيا من أهمية بموقعها، أو لأنه تركيا اليوم غارقة في عدة ملفات سواء كانت إقليمية أو دولية؟ بالنسبة للعراق في ملفات عديدة، منها التدخل يعني العسكري التركي في العراق، وأيضا ملف المياه. في حال يعني فوز أردوغان بالرئاسة بهذا السباق الانتخابي، أو في حال صعود أغلو لسدة الرئاسة، التأثيرات ذلك اليوم على الوضع في الداخل العراقي كيف ستكون؟ ست العفو، الآن احنا لازم نكون عندنا يعني يكون عندنا تصور كما تفضل به الضيف الكريم، هو انه سواء كانت هنالك سواء هناك كان فوز من قبل أردوغان أو أوغلو، بالنتيجة احنا لدينا موضوع مهم أساسي وموضوع غاية في الأهمية، هو قضية انه احنا كيف نعمل أو كيف يمكن ان ننسق مع الفائز بالانتخابات المستقبلية. كما تعلمين المدة الماضية والسنوات الماضية يعني لم يكن ولم يشهد هنالك أي تغيير على الساحة السياسية، وخصوصا وحلحلة الأزمات والقضايا مع الجانب التركي. كما تعلمين أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات الجانب العراقي يسعى إلى حلحلة الأزمات مع الجانب التركي، ولكن لا يوجد هنالك أذن صاغية. حقيقة نحن نتطلع الآن إلى حل الكثير من الأزمات وإلى حلحلة هذه المسائل المتعلقة. الآن الشارع التركي ما بين مؤيد ومعارض للمرشحين الجدد. يعني الآن عندما تستطيعين الرأي في الشارع التركي تجدين هنالك الكثيرين من الأتراك أو الناس يميلون إلى انتخاب أوغلو، ولكن وهنالك أيضا بعض المجموعة أخرى أو فئة أخرى يميلون إلى انتخاب أردوغان. هنالك تضارب في السياسات، عفوا ست، هنالك وجهات نظر كثيرة متعددة. الشارع هنالك أيضا فكر متطرف موجود حاليا في تركيا اللي يمثل المرشح الثالث اللي هو أوغان. هنالك قضية مسألة الدول الجوار وعلاقته مع الدول الجوار مع المرشح الذي سوف ينتخب مستقبلا من قبل الأتراك سواء كان أردوغان أو أوغلو. الآن عندما نتحدث عن قضية أو المرشح أوغلو، نجد أن هنالك نقرأ السيرة الذاتية لهذا المرشح، وعندما نتطلع أو إلى التقارير الصحفية والفضائيات أو حتى بعض المتحدثين بالشأن التركي، نجد أن هذا الرجل هو لديه علاقات واسعة جدا مع الاتحاد الأوروبي. هذا من وجهة، هذا من جانب أول. ومن جانب ثاني نجد أن هنالك تنسيق كبير ودعم كبير من قبل الولايات المتحدة له. إذن هذا يعني يخلينا نسير إلى اتجاه إلى أنه هنالك دعم كبير، دعم إقليمي ودعم دولي لهذه الشخصية. ولكن كما تعلمين بالشأن العراقي، الشأن العراقي دوما يتطلع إلى ما هو إيجابي. نكون صريحين، هو الشعب العراقي الآن والقيادة العراقية والسياسيين يتطلعون إلى حلحلة الأزمات ويتطلعون إلى حلحلة القضايا الأساسية والعالقة، من ضمنها مسألة وقضية المياه. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، بعدما عانى العراق لأكثر من 10 سنوات ماضية يحاول أنه ينسق مع الجانب التركي، وهنالك وعود يعني حقيقة غير حقيقية من قبل الجانب التركي. ولكن نتطلع على أنه المرشح أو الرئيس الجديد لتركيا سوف أو إلى فتح صفحة جديدة من المباحثات معه، ومسألة التدخل في شمال العراق لابد لها من حسم، لأنه هذا الموضوع جدا مهم. وتعرفين أيضا هنالك قضية أخرى وأساسية، قضية اللاجئين الموجودين الآن في تركيا، والضروري حسم هذا الموضوع أيضا.
فالعراقيين بشكل عام، العراقيين بشكل عام يتطلعون إلى ما هو الجيد. ونرجع نقول كما كانت أنه تركيا لم تتدخل في الشأن العراقي، أو كانت تركيا لم تتدخل في انتخابات السابقة في السنوات السابقة للعراقيين، نحن أيضا نقول ليس لدينا أي تدخل في موضوع المرشح سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان سين أو صاد، ولكن الشعب العراقي يتطلع إلى ما هو الأجمل وما هو الأفضل طبعا. فهذه وجهة نظرنا حقيقة، هي ليست فقط وجهة نظري أنا ولا وجهة نظر الكتل السياسية بشكل عام، ولا ما هي وجهة نظر كل الشعب العراقي ووجهة نظر عامة الناس. فكلما تفضل به الضيف الكريم يعني في قضايا متعلقات وقضايا تخص الداخل التركي وطريقة ومرشحي حزب الشعب التركي أو سواء كان هذا يمثل الجانب العلماني أو ذلك يمثل الجانب الإسلامي. نعم، أشكرك يعني سيد فرات على كل ما تفضلت به. من استوديو بغداد سيد فرات العتابي المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. إذا أعود إلى سيد نواف خليل بدقيقة. سيد نواف، اليوم هل يستطيع فعلا أوغلو أن يقود البلاد خارج إطار الانقسام الذي خلقه أردوغان في البلاد؟ من مسيرة كمال كليتشدارولو ربما يستطيع ذلك، ويبدأ بمسألة والقضية الكردية، أي حل القضية الكردية، لأن مفتاح ديمقراطية في البلاد لو لم يبدأ رئيس الجنوب الأفريقي الراحل دوكلير المحادثات مع الراحل العظيم نيلسون مانديلا، والتي توجد باعتبار مبادئ حقوق دستورية وصولا الى اجراء الانتخابات لما نجح. يعني القضيه الحريه التي ستبدا بخطه تركيا هي البدء باتخاذ الخطوات الدوليه لحل القضيه الكرديه، وبالتالي يمكن لتركيا ايضا ان تجد عمقا استراتيجيا في روجافاي كردستان، قريب كردستان العراق، وحتى شرق كردستان، دون ان يعني ذلك تدخل في الشؤون الداخليه لتركيا. لكن هذا هو الشكل الطبيعي. لكن إذا لم يتمكن العودة إلى المقولات الأولى لكمال أتاتورك أو مصطفى كمال الذي وعد الكرد بأنهم سيحصلون على الحكم الذاتي، وكان يقر بوجود شمال كردستان ومنطقة اسمها كردستان، يعني ستبدأ المسألة إعادة النظر من جديد، وهو ما لا نعمله. أنا من خلال متابعة ما قلت أعتقد هناك مرحلة جديدة ربما تكون بطيئة، لكن يعني دعنا يعني نتفائل من خلال الخطوات، أن يطلق سراح المعتقلين المقدمة الصحفيين دمرتاش وقيادات الديمقراطية من البرلمان، أن يزال يرفع الحصن القائد في جلان، وأن يتم قصف شمال شرق سوريا وجنوب كردستان. هذه هي الخطوات الاستراتيجية، يجب أن يكون هناك حوار استعمال الثاني وحزب الشعوب الديمقراطية وحزب اليسار لحل القضية. وضحت مستدام. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من بوخم السيد نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات، شكرا جزيلا لك. نستقبل معنا من بيروت الدكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير بالشأن الأوروبي. أهلا بك دكتور خالد، وأسفين نحن على الإطالة. دكتور خالد، يعني كنا نتحدث اليوم عن عوامل عديدة، تأثير الخيارات السياسية للناخب التركي على قراراته، وأيضا اليوم تأثير تركيا على الدول الأقليمية غربيا اليوم. ماذا لو فاز كمال كليتشدارأوغلو؟ ماذا يعني ذلك للغرب اليوم دكتور خالد؟ يعني مساء الخير لك ولقناتكم وللفريق العامل والمشاهدين. بالطبع هذه الانتخابات الداخلية
يعني من يقررها يقررها الشعب التركي، وبالتالي هو يمنح صوته للذي يجب أن يفوز برأيه بغض النظر من هو الفائز. وبالطبع التحليل حتى هذه اللحظة يصعب القول من هو الفائز، لأن أصلا بالقانون التركي أقفلت عملية الترويج وأقفل عملية يعني الاستبيان أو إنه التنبؤات لهذا الفائز أو ذاك. يبقى الفعل بالانتظار حتى يعني الساعة 9 لنبدأ نعرف من 81 محافظة أكثر يعني المناطق التي ستكون فيها عمليات تصويت بكثافة، هي العاصمة وإسطنبول. وبالتالي يعني إذا شاهدنا أن كل الاستعراضات للرأي العام كانت تقول بأن المعارضة مجتمعة قد لا تحصل على الفوز بالجولة الأولى، أو إذا فازت سيكون هناك بفارق نقطة، وربما الجولة الثانية في 28 أيار هي من ستحسم، لأن الطرفين يملكون المعادلة الواحدة في عملية التصويت. وإذا رجعنا إلى العام 2018 كان هناك الفوز بنسبة 2%، وهذا يعني مفهوم الديمقراطية الانتخابية عبر صناديق الانتخابات التي قرر من خلالها الشعب التركي القول. ماذا يعني للغرب؟ بالنهاية الغرب بغض النظر من هو سيفوز سوف يتعاملون معه، لأن هناك دولة اسمها تركيا ذات مؤسسات، وليس هناك من يقود هذا الشخص أو لا يقود هذا الشخص. لا ننسى أن تركيا هي دولة في حلف الناتو، هي أكبر تملك أكبر عسكر موجود في هذا الحلف، هناك قواعد عسكرية للناتو في هذه الدولة. من يصوغ سياسة الدولة ليس الحزب، لأن كما رأينا دورتان لحزب التنمية والعدالة أن يعني لم تفرض علينا وعلى العالم يعني الجار أي توجهات. ربما هناك توجهات، هذا لا أحد يخفي، بأنهم خاضوا مغامرة مع نشوة الربيع العربي بانتصار الإخوان المسلمين، وظنوا بأن هذه العملية قد تفسح لهم المجال بالدخول إلى قلب هذه الدول. لكن فيما بعد وخاصة بعد الانقلاب الأول الذي حدث في تركيا، بدأت التراجع باتجاه تصفير المشاكل وحلحلة المشاكل مع دول الجوار، وعمليا الحصار دور الإخوان المسلمين. هلا كثير ما يقال بأن تركيا بماذا ترتبط وهناك عصابات، الجميع متورط في عملية داعش، هناك مصالح كبيرة، النفط كان ينتقل من الجزيرة العربية يباع إلى شركات موجودة في تركيا، وترجع هذه الشركات تعود إلى النظام، التجارة المترلتة على قاعدة ووجوه كل العالم، الجميع استفاد، وهذا لا أحد يستطيع أن ينكر لأن الوثائق موجودة. مسألة الاصطفافات الدولية اليوم دكتور خالد، اعذرني على المقاطعة، مفهومة، ولكن بنقطة أعود لنقطة ذكرتها، مسألة حلف الناتو، يعني اليوم تركيا عضو في حلف الناتو، ولكن يصفها مراقبون اليوم بأنها شوكة في هذا الحلف، واليوم بالتأكيد اليوم قد يكون الغرب يراقب هذه الانتخابات، ولكن هناك بالتأكيد أيضا مرشح يناسب أجندات الغربية، خاصة بأنه من نتائج المتوقعة أو من النتائج المفروض أن تكون بالنسبة للغرب عندما تنتهي الحرب الأوكرانية الروسية أن يبقى حلف الناتو متوحدا، وتركيا اليوم تشكل عائق في ذلك، هذا بحسب ما يرى مراقبون. لا، إذا رأينا أن الناتو متوحد وهو يسير بكل الإطار المطلوب، ونحن رأينا كل القرارات، حتى الدولة التي كانت تشكل عائق هي هنغاريا، لكن
لكن هي أكثر دولة تلتزم وهي أكثر دولة تنفذ، لأن يعني لابد من القول تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والشروط التي وضعت على بريطانيا، وكلهم يعني لا يمثلون جزء من الذي تحتويه بريطانيا من اقتصاد وعلاقات وإمكانيات، لكن خروجها لا تزال بريطانيا تدفع أثمانا باهظة وسوف تدفع أكثر. لهذا السبب كانت تجربة بريطانيا تجربة يعني الجميع انتبه لها، وبالتالي لا أحد يربط أحد في الناتو أو في الاتحاد الأوروبي، وإنما هناك إمكانية لا يمكن العودة إلى الوراء، إنما هناك مشاكل يعني تثار. ربما الغرب يراقب بامتياز ماذا يحصل في تركيا، لكن لا ننسى بأن منذ حصار 2014 والعقوبات التي فرضت على روسيا كانت تركيا هي المنفذ الذي فتح لروسيا علنا وأمام كل الناس، وهذا مطلوب أن تلعبه تركيا حتى في عملية أستانا وعملية التنسيق، لأن تركيا إن كانت المعارضة أو أردوغان هناك طموحات قومية. يعني لا ننسى، لا يمكن القول بأن أردوغان هو إسلامي متعصب، وإنما يمكن القول بأن أردوغان هو يحظى لنفسه بكتابة خلفه أو سلفه المثل الأعلى، هو كمال أتاتورك. وإذا لاحظنا في كل مكاتبه وكل جولاته نرى صورة كمال أتاتورك. إذن القومية هي أعلى من المذهبية. حتى أغلو نفس الشيء، أغلو اليوم يحمل إرث أتاتورك. جميع القوى الموجودة في تركيا هي من النسيج القومي بغض النظر على أنها إسلامية أو منفتحة، لكن المشكلة بأوغلو أنه ذهب بتوجه اسمه توجه مجموعة المعارضة الماركسية القومية المتطرفة العلويين، حتى الخضر الذين اعتمد على تصويت الأكراد وأعطوا صوتهم لحزب الخضر. هذا النسيج الجميع يرحب به، ولكن يتخوفون بأن المشكلة في تركيا ليست أن المشكلة هي رئاسة فقط، ولكن من يسن ويوافق على كل القوانين هو المجلس النيابي، وبالتالي إذا سقط حزب أردوغان من الرئاسة هو لن يسقط من البرلمان، وسوف يتبقى حاكما بكل مفاصل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. ولا ننسى بأن الانقلاب الذي حدث في تركيا أعاد هيكلة الدولة التركية لمصلحة أردوغان. هنا الجميع يأمل بحل المشاكل السريعة التي يجب أن تحل، ولكن على ما يبدو بأن إمكانية المعارضة حتى لو وصلت إلى السلطة سيكون الحكم فيها صعب نتيجة الخلافات وتوزيع المهام والنقاط. اتفقنا على الوصول إلى سدة الرئاسة لكن لم نتفق على توزيع المغانم والاتفاقات. طبعا هذا الصراع هذا هو سيكون عائقا في المستقبل. على كل الأحوال بغض النظر إذا فاز حزب أردوغان أو لم يفز، سيكون هو الحزب الأول وستعود الكلمة له في كافة القرارات، لأنه سيكون الحزب الموجود الأقوى في البرلمان. ونعرف بأن الدولة التركية لا تحكم بشخص، وإنما الدولة التركية هي مجموعة قرارات نتيجة تركيبة المؤسسة
المؤسسات. إذا أخذنا القول بأن أردوغان حقق نجاحات كبيرة لتركيا، هذا القول غير صحيح، لأنه هو مارس ونفذ كل الاتفاقات التي كانت في عهد ديمريال وعهد تانسول شيلر. لماذا؟ لأن الحكم هو استمرارية وليس شخصية، وبالتالي كمال أوغلو يعني سوف سيستمر على نهج أردوغان. لا، هناك بعض نفس البرنامج السياسي يعني دكتور خالد تقصد اليوم أنه سيكمل بعض البرامج السياسية لأردوغان؟ طبعا هناك مسألة قد تكون أساسية، يعني اليوم روسيا تعد العدة لما بعد خروج أردوغان، ولكن أوغلو لن يكون كثيرا بعيدا عن روسيا، وإنما هدد يعني وزير خارجية أردوغان الذي قال بأن ستلتزم ربما تركيا بالعقوبات، وهذا واقع أعتقد لا تقبله تركيا بغض النظر من سيكون، لأن هناك عوائد كثيرة من الأموال السياحية وتجارة السمسرة والنقل والأموال للشركات، وبالتالي لا أعتقد أوغلو سينفذ هذا، ربما سيخرج من التزامات معينة لكي يتقرب أكثر إلى أمريكا، ربما سيكون موقفه أكثر في قضايا يعني الجوار تحديدا في العلاقة مع الأكراد، ولكن لن يعطي استقلالية للأكراد، لن يكون حق الأكراد بالتحرك الطبيعي حتى في الإدارة الذاتية، لأن هناك أمن قومي تركي بغض النظر من هو سيكون الرئيس. هناك بعض النقاط التي قد يكتسبها الغرب، ربما سيصوت أوغلو على دور أو إعادة دور السويد في الناتو، سيكون هناك بعض النقاط الذي يعتمدها أوغلو للتقرب مع الناتو ومع الغرب، لكن سيبقى أوغلو بطريقة واحدة هي التزام الحياد الإيجابي لبلده، لما يؤمن إمكانية ودور لأوغلو أو لتركيا لاحقا في لعب دور مميز في يعني الوساطة الروسية الأوكرانية. استطاعت تركيا حتى في عهد أردوغان أن تقوم بعلاقات جيدة ومميزة مع روسيا، لكن بنفس الوقت هي تدعم وتبيع سلاح لأوكرانيا، ونحن نعرف طائرات البيركدار. إذن بغض النظر الذي سيكون على القرب من البيت الرئاسي، هناك بعض التغيير في الشكل، بعض التغيير في التصرفات، ولكن هناك المضمون التركي القومي الأعلى سيكون ممنوع اللعب فيه إن كان لأردوغان أو لا أوغلو. وضحت الفكرة، وأشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة من بيروت الدكتور خالد عزيز، أستاذ العلاقات الدولية وخبير بالشأن الأوروبي. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه التغطية الخاصة، ولكن فاصل ونعود.